من أكثر ما يميز المرأة العراقية صبرها وقدرتها الكبيرة على تحمل كل المصاعب اللي ممكن تعدي عليها، والكفاح واحدة من مميزاتها. وأكبر دليل على هذا الموضوع هو ضيفتنا في لقائنا الآن، أم مؤمل. أهلا وسهلا بيك برنامج بين الشرفين. أهلا وسهلا بكم خالة. كل الهلا بك علينا وعليك إن شاء الله. خالة الله يسلمك حبيبتي. خالة أم مؤمل، احجينا قصتك. والله أني عندي 7 أطفال، توفى أبوهم ب 2012. نعم. بقيت عليهم 3 ولد و4 بنيات. الحمد لله والشكر. عيشتهم هم صغيرون، كان أصغر واحد بيهم عمره 2 نتوفى أبوهم. شغلتش أنت من اشتغلت؟ أي اشتغلت أنا، اشتغلت بالمستشفى 4 سنوات، اشتغلت سكرتيرة مالت أسنان، اشتغلت يم دكتورة. الحمد لله والشكر. بعدين كبرت شوية وهاي قمت أشتغل بالبيت هنا. في سبيل أنه تعيشين؟ في سبيل أعيش أطفالي يعني، أكبرهم، ما خل محتاجون لأحد. دراسة يدرسن البنات عندي الحمد لله والشكر. 2 زوجتين الحمد لله والشكر. بقوا عندي ذولا قعدت عنيهم. جيت أنا لهذا أني شغلة الطيور. شفت حيدر يمكن الطيور أي فبقيت أنا أفرخ وأكبر وأنظف المكان مالتين الحمد لله والشكر. عجب الطيور، ليش جذبك هذا الموضوع؟ شغلة مفيدة حلوة ما بيها شيء. شنو أنت مو بس تربيهن، أنت تكاثريهن صح؟ أكاثرهن وأبيع بيهن والحمد لله والشكر. بالعكس إن بيهن ربح مو خسارة ما شاء الله. والله العظيم حصل جديات. الحمد لله والشكر. حلو هالقناة عظيمة. أي طبعا الحمد لله. الرضا أهم شيء. أي الحمد لله والشكر. نحمد الله والشكر. يعني خاص ومع ذلك حافظت على أولادها وربتهم أحسن تربية، ويا رب يديمك إن شاء الله. الله يديك. إحنا عندنا برنامجنا سؤال وجواب، إذا حضرتك جاوبتي راح نعطي جائزة قيمة 250,000. إن شاء الله. عادي أسأل؟ عادي عادي. الطيور وأنواع. أكيد. أعطيني 3 أنواع طيور. طير الكناري. أوكي. والفنجس. أيوه. وال اسهل عندك موجود. طير الحب. طير الحب. طير الحب. طفلت الحب. دول عينك. هاش هديه، هاي هديه مقدم، عفوا جائزه مقدمه البرنامج. الله يعطيك. الله يسر عليكم ان شاء الله. جاه محمد وال محمد. الله يفتح لك باب الرزق كلها ان شاء الله. يحفظكم الله من شر بني ادم بحق لا اله الا الله، ويعينكم على فعل الخير تسوونه للناس. هاي الله يسلمك ويبارك. الله يديك. شكرا. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا جزيلا. معجان قطية بيبسي لمن شهر أزيد البحر 15-20 وعليهن عيشة وآجار وعليهن خطوط